العكازة منين معوجة؟ معوجة من الفوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كاين. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. مشاهدنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من حصة، أو هذا العدد الجديد عفوا، من حصة الجزائر تسمعك. عنوان هذه الحصة اليوم هو البلطجة، ظاهرة ومهنة جديدة في الساحة السياسية الجزائرية. عرفت الساحة السياسية الجزائرية ظاهرة جديدة تسمى بالبلطجة السياسية. إذا كان المصطلح بلطجي أو البلطجة مستورد من مصر، حيث عرفت ثورة 25 يناير المجهضة عدة ظواهر للبلطجة السياسية المأجورة من نظام حسني مبارك. وربما أكثر مثل وتظاهرة للبلطجة في مصر كانت حادثة الجمل الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة. فالمصطلح والمهنة المأجورة استوردت للجزائر منذ سنين. أكبر تظاهرة للبلطجية في السياسية في الجزائر عرفت في ماي وجوان 2001 في مسيرتي الأففاس وثم العروش في العاصمة، أين أطلق سراح المئات من السجناء للمشاركة مع عدد آخر من الشباب المأجور من طرف مصالح الأمن إفساد وتعكير المسيرات في العاصمة. ومنذ ذلك الزمان منعت المسيرات في عاصمة الجزائريين بفعل البلطجية السياسية المأجورة. ظاهرة البلطجة لم تتوقف عند مصالح الأمن فقط، بل مورست حتى من طرف بعض الأحزاب السياسية، وأولها كان حزب الأفلان. تمرس الأفلان في إنشاء جيش من البلطجية لحماية تجمعاته السياسية والهجوم وتكسير مقرات الأحزاب السياسية المعارضة. ظاهرة البلطجة مورست حتى من طرف حزب العمال، حزب لويزا حنون، حيث تهجم أعضاء من بلطجية السيدة لويزا على مواطن حضر تجمع هاته الأخيرة في 20 مايو الماضي في ولاية الجلفة. تهجم بلطجة لويزا حنون على هذا المواطن أدى إلى تعرضه بجروح متفاوتة الخطورة، هذا نتيجة قوله أو كلامه في القاعة واتهامه سيدة لويزا حنون بأنها شياتت النظام. إذا كان البلطجي أداة جديدة في يد النظام لتكسير كل تنظيم سياسي وجمعوي خارج الإطار الذي يريده النظام، فهذه الظاهرة مست أيضا أحزاب الموالاة من الأفلان إلى حزب العمال وصولا إلى حزب عمار غول حزب التاج. البلطجية هم ظاهرة اجتماعية جديدة على المجتمع الجزائري، فهم عبارة عن شباب معظمهم ذو سوابق عدلية تستعملهم مصالح الأمن ثم الأحزاب في مهمات لتعكير الجو السياسي، خاصة الجو السياسي المعارض. شباب يسمح لهم ببيع واستهلاك المخدرات والمواد الكحولية بكل حرية، يسمح لهم بأن يكونوا أسيادا بدون حساب في بعض الأحياء والقرى الشعبية، وهم عبارة عن جيوش نائمة قد يخرجها النظام وأحزابه ورجال أعماله في صد كل محاولة تغيير جدية في البلاد. من البلطجة إلى الشبيحة، النظام الجزائري يتعلم الدروس السيئة بكل سرعة. مشاهدنا الكرام، ننتظر مكالماتكم للحديث حول هذا الموضوع أو حول هذه الظاهرة، ظاهرة البلطجة السياسية في الجزائر، بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
نرحب بمشاهدينا الكرام في حصة الجزائر تسمعك. نفتح لكم باب النقاش الحر بمداخلات قصيرة ومركزة دون إساءة أو تجريح أو خروج عن موضوع الحلقة. يرجى من المتصلين قطع صوت التلفاز عند المشاركة المباشرة والاستماع فقط عبر الهاتف. وجهة نظر المشاهدين لا تعبر بالضرورة عن رأي القناة، وهي لا تتحمل مسؤوليتها. مشاهدنا الكرام، أهلا بكم مجددا في حصة هذا المساء والتي نخصصها لموضوع البلطجة السياسية، هذه الظاهرة الجديدة التي تعرفها الساحة السياسية الجزائرية. هل معنا من مشارك؟ ألو، معنا مواطنة أخت من العاصمة، تفضلي يا أختي، تفضلي. ألو، مرحبا بك أختي. ألو ألو، أنا لا أسمع الأخت. ألو، سيد بديس من تيارت، فقدنا الاتصال مع الأخت من العاصمة. تفضل أخي، مرحبا. مرحبا سيد بديس. ألو، السلام. وعليكم السلام، مرحبا. مساء الخير أخي. مساء النور أخي، تفضل. حبيت نشارك معكم في الموضوع تاع البلطجة السياسية. نعم تفضل أخي، أنا نسمع فيك، تفضل. أنا أقول باللي البلطجة السياسية هذه من صناعة الأنظمة الفاشلة، الأنظمة اللي ما تجيش عبر الاقتراع عبر الصندوق، الأنظمة اللي تصنع نفسها بنفسها، نظن باللي هي اللي تقوم بتجنيد بعض الفئة يكونوا بلطجية، وهذا من أجل حماية مصالحهم الشخصية وحماية بيحموا أنفسهم يبقوا في المناصب نتاعهم. تسمعني الأخ؟ نعم نعم أسمعك. وثاني بقى نزيدوا حاجة، ما نقدرش نقولوا باللي البلطجية برك أحيانا يكونوا مواطنين ولا يكونوا. أنا لاحظت مثلا في ولاية تيارت تلقى ولات بلطجية، مثلا في ولاية تيارت حسب ما يدور في الكواليس. في السابق والي ولاية تيارت قام بعملية البلطجة على الوزير الأول سلال، حيث تم الوزير الأول كان شغل داير له تحويل من ولاية تيارت. اسمعني الأخ. نعم اسمع. نعم، والي ولاية تيارت الوزير الأول قام بتحويله في السابق، وقام بعملية على البلطجة أنه رسل الوزير الأول وطلب منه انه كاع الولات ولا الوزراء اللي راهم فوق 60 يحولوهم هو. هذه عملية تاع بلطجة، فهمني؟ نعم نعم. البلطجة ما نقدروش نقولوا غير الشعب بركة، مثلا راح تستعملوا الحزب العتيد ولا يستعملوها اشخاص باه يحافظوا على المناصب نتاعهم. احيانا تجد اناس في السلطة لكنهم يقومون بعملية البلطجة، السلطة دير عملية بلطجة على السلطة على نفسهم بك يحافظوا على المناصب اللي راهم فيها. وأخي إذا بغيت من فضلك، أنا راني مش نخرج على الموضوع، حبيت غير نوجه رسالة عبر قناة العصر. تفضل. قناة رشاد. تفضل. اللي راني نبغيها ونتبعها بزاف. نعم تفضل. في أشخاص قاموا بالتسجيلات المواطن البسيط اللي راه أمامك، ومانيش نخوف في حتى إنسان، نخوف من ربي. قاموا تسجيل كل مكالمات نتاعي ورسلوا منها نسخ إلى والي ولاية تيارت. والي ولاية تيارت في آخر زيارة له إلى بلدية زمان الأمير عبد القادر كان يبحث عني من أجل به نفتحوا صراعات، لأني في السابق وجهت قضايا فساد واتهامات في آخر زيارة للوزير الأول لولاية تيارت. هو كان حاب يقوم بعملية وهذا النوع من البلطجة السياسية. شكرا أخي، بارك الله فيك. من تيارت البلطجة السياسية، هو حاب كان حاب يخلق. شكرا بارك الله فيك. شوفوا هذا العلبة السوداء أول مرة راني نقولها في قناة رشاد ولا. نعم تبقوا. شكرا، تبقوا معنا مشاهدينا الكرام. نعود معكم بعد هذا الفيديو القصير
من دقيقتين بالصوت والصورة كي تفهموا هذه الظاهرة، ظاهرة البلطجة السياسية في الجزائر. هذه الظاهرة جديدة على المجتمع الجزائري، والظاهرة الجديدة على الساحة السياسية الجزائرية التي تمارس من طرف نظام الحكم وأحزابه، أحزاب الموالاة. ابقوا معنا، نعود معكم بعد هذه الفيديو. ماذا بين الدولة الجزائرية عندها 8 في يدها تأخذ كل إجراءات قانونية، كل إجراءات قانونية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. دولة جزائرية 8 أيام أو نحرق له المقر بليسونس كأبناء الشهداء. في الصورتين الأخيرتين مشاهدينا الكرام كانت صورة واحدة مأخوذة عن اجتماع اللجنة المركزية للأفنان في السنة الماضية، صورة أخرى كانت مأخوذة في شجار مع ابن، هذه الصورة في شجار مع ابن عبد العزيز بالخادم يعني لباس الأزرق، وهذه في خرجة من خرجات اجتماع اللجنة المركزية للأفنان، وفي هذا في تجمع حزب العمال في الجلفة في ماي الماضي. هذا المواطن صعد لكي يقول لسيد لويزا حنون أنها شياتة، ولويزا حنون كانت تتكلم عن خطر يعني تأسيس شرطة خاصة أو مسالك أمن خاصة، وهي التي لها يعني مصالح أمن. يعني شوف المصالح الأمن تاع لويزا حنون تضرب من الخلف، يعني ما تضربش حتى من القدام، تضرب من الخلف. هي التي كانت تتكلم عن يعني مؤسسات الأمن الخاصة، هي تستعمل يعني نفس السياق أو نفس الممارسات يعني بلطجية سياسية مأجورين من طرف سيدة لويزا حنون ونوابها في البرلمان، كي يعني يوقف كل مواطن يقف أمام هذه بين قوسين الشياتة السياسية ليقول لها أنت شياتة. هذه الصورة كانت لسيد خالد بونجمة أمين عام منظمة من منظمات أبناء الشهداء والآن رئيس حزب، يتهم فيها أو يعني يحذر أنه يقول أنه سوف يذهب إلى مقر جريدة النهار أو عفوا مقر جريدة العار التي يسيرها أنيس رحماني، ويقول أنه سوف يحرقها بالبنزين. هذا الإنسان أعطي له ترخيص بإنشاء حزب سياسي، والسيد كريم طابو ينتظر إلى يومنا هذا ترخيصه السياسي، وحركة رشاد كذلك ممنوعة من الممارسة أو الحراك السياسي في الجزائر. ومثل هذه البلطجية تعطى لهم الأحزاب، تعطى لهم القاعات، تعطى لهم الفنادق، وتعطى لهم الأموال لممارسة البلطجة السياسية. هذه هي الساحة السياسية الجزائرية مشاهدينا الكرام، هذه هي الظاهرة الجديدة على
على مجتمعنا والظاهرة المشجعة وخاصة من طرف مسالك الأمن، وهنا أتكلم على مسالك الأمن الوطني ليرجي والمخابرات DRS الذين يشجعون مثل هذا الشباب لإقحامهم في المجال السياسي لتعكير صفوة السياسة في الجزائر. وهذه الصورة الأخيرة يعني مأخوذة من المؤتمر الأخير للأفلان، أين استعرض فيه بلطجيته على المباشر في نهاية المؤتمر. إذن هي البلطجة السياسية في الجزائر كممارسة وكممارسة سياسية وكحضور يومي في كل تجمعات المؤتمرات السياسية من النظام وأحزابه والمستعملة كذلك ضد أحزاب المعارضة وكل مسيرة منظمة لا يريدها النظام، هي البلطجية والبلطجة السياسية المستوردة من مصر ومن شبيحة النظام بشار الأسد السوري. معنا حاج سليمان من ولاية تيبازا، مرحبا بك حاج. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام حاج، تفضل. السلام عليكم مساك خويا يحيى. لا بس الحمد لله الحاج، تفضل. خويا يحيى نشكرك ونشكر القناة بتاعكم الحرة ونشكر المغاربية، ولكن يتسنى سؤال في محله. نعم. وتعطيني زوج نقط مهمين نهدر عليهم. نعم تفضل. المهم على ولاية تيبازا البارح بولاية تيبازا في الميناء تاع ولاية تيبازا والمطاعم على بالك ولاية تيبازا منطقة سياحية، جا الوالي تاع تيبازا داير واحد العنصرية، الوالي هذا ما يستحملش غير نرفعيه. شكرا شكرا الحاج، بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك الحاج. معنا الياس من العاصمة، تفضل الياس. مرحبا بك الياس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا، حييك. تحية لك شيوخ علي عباس المدني وعلي بالحاج، وقول لهم مازلنا على العهد إن شاء الله صامدون بإذن الله. نعم. بدل تبديلة. ونحيي أيضا أبو صهيب من عندنا جميع الأحرار في الداخل والخارج عن ظاهرة البلطجة، تفضل. قبل قبلك على البلطجة اسمح لي، يا كاين الناس يا أخي يا سبحان الله يسبوا الإسلام يا أخي، أنا أقول لهم حاجة فقط، ما كترش والله ما تحكمكمش دولة إسلامية في الدنيا والله غير تحكمكم دولة إسلامية في الآخرة. نعم، لكن ليس هذا موضوعنا الياس يرحم والديك، يبقى لي في الموضوع. معليش معليش، تفضل تفضل. أنا نعقبه وبعد ندخلوا في الموضوع. فضل. يا أخويا يحيى ما تقلق. لا 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 أنا مش مقلق، لأنه الناس كانوا يستناو في تليفون ورانا ناكلو لهم في ليزيونيتي باش ما نسقمو لهمش غاليين برك، هذا ما كان. تفضل يا أخي، أنا بكم بالقناة وتدفع عندنا الأمل. الله يسلمك الله يسلمك، خلونا نفرغوا قلوبنا. تفضل. أما البلطجية، شوف شوف الدول الانقلابية والدول اللي تحكم العسكر حكم العسكر تسنى منهم أي بلطجة. شوف نعطيك مثال فقط، شوف برك شوف المتدخلين كيكونوا معارضين شتهم كيفاش يتكلموا باللطافة ويتكلموا بالأدب، وشت ساعة يجيكم واحد ولا زوج من الموالين كيفاش يسبوا وكذا ويقولوا كلام جارح وكذا، هكذا النظام الانقلابي بلطجة. أما هادو اللي يبيعوا ضميرهم، أما يبيعوا ضميرهم ويروحوا يولي بلطجيين في يد الناس، هادو ما عندهمش ضمير، ما عندهمش شرف، هادو ما عندهمش ثقافة، هادو ما شوف يقدروا يتمسخروا بهم كما يحبوا. أما هادو ما اللي يديروا البلطجة، هادو ما الوزارة والمسؤولين، هادو يا أخي خطرش ما عندهم، ما يقدرش يخرجوا مع الشعب. كيفاش تفسر كيفاش تفسر حتى حزب العمال أو حزب لويزا حنون عنده بلطجية؟ شوف الراجل ناض وقف على الطاولة في الجلفة يقولها برك انت يا شياته، وهذا من حقه حرية التعبير، يجيه بلطجي تاع لويزا يضربوا من اللور، يعني يضربوا كما نقولوا احنا بالعاميه يضربوا بزليف من اللور، يعني فلاني يعني شوف فاش يضربوا، شوف ضربوا ديك حجر بلي حجر، لو كان جا فصفص معاه ما يقدلوش، يضربوا بالسقله. شوفهم يا اخي هما شبالوا وهما هما والله غير منفوخين يا اخي. والله غير منفوخين، ما يديروا والو، تضرب بالسقله برك يبينوا برك برك باش يخلصوا دراهم، لا غير يبيعوهم عندك هذا يسلكوهم، اما باش يعبر مع الطوره ولا غير يتباع كي لويزا حنون كي كي ما شارف لغه لازم يا اخي. بصح شوف حنا دوك يا اخي دائما بلطاجه، الجزائر رايحه للواد يا اخي، نهضروا صراحه في كل مجالات ما هي مليحه البلاد، هي رايحه للواد، لازم لنا الحل. والحل يا اخي شوف كان في هذا الوقت هذايا كان اضراب تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، شوف حنا دوك لازم نعاودوا الاضراب هذاك يا اخي،
يعاودوا هذا الوقت ان شاء الله ويديروا. كاين ثاني الجزائر الاحرار ما تقاش حتى لهنا في الوطن كاين الجزائر الاحرار واقفين يا اخي. نعم هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. شكرا خويا الياس، بارك الله فيك على هذا الاتصال. معنا ابو صهيب من عنابه، تفضل سيد ابو صهيب. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، تفضل اخي. حياك الله وبياك وجعل الجنه متقربه ومثواك اخي الحبيب. تحيه الى قناتنا المحبوبه قناه الاحرار والحرائر العصر، ولا ننسى حبيبتنا وامنا العطوف ام امين، ولا ننسى الرجلين الكريمين أولئك الذين لهم شهامة وعزة، أخي إلياس وأخي عمار من دوروش. ولا ننسى الأحرار خارج الديار كل واحد باسمه. ولا ننسى أن نبعث تحية لذلك الرجل الشهم وهو شاعر المقاومة أخي وأبي حمود، ندعو الله عز وجل أن يطلق سراحه. أمين. ثاني من إن شاء الله. أخي يحيى، إن البلطجة أو هذه المسميات لا تليق إلا بالكائنات الحية التي تزعف على بطونها وليس في أذهانها إلا الرداء والدناء والوقاحة والميوعة والانحلال. إذا نظرنا الأحزاب الأقسام التي ظهرت على السطح بعدما جاءت الطغمة وقامت بالبلطجة الكبيرة على اختيار الشعب، إن هذه الأحزاب يا أخي الحبيب تتزود من أي مصدر؟ إنها تتزود من لا أخلاق، ليس لهم أخلاق، ليس لهم ثوابت، إنما هم جلهم أو همهم الوحيد وهو الخمر والدعارة والمخدرات والمهلوسات، لأن هذه هي الأدوية وهي التغذية التي تغذي هذه. إذا نظرنا إلى هذه الأنثى، وأنا لا أريد أن أسميها أخي الحبيب، هذه الأنثى من أين شيء انبثقت؟ ظهرت من الظلام، ظهرت من التملق والمداهنة، ظهرت من خلال الشعارات الجوفاء، ظهرت من الانبطاح، لأن الانبطاح يا أخي هناك انبطاح حسي وهناك انبطاح معنوي. هؤلاء لا يبالون بالانبطاح، ينبطحون من أجل أن يغذون بطونهم ويغذون نزواتهم النفسية. إن البلطجة يا أخي الحبيب هذه صح التعبير الظاهرة العجيبة الغريبة التي ظهرت على السطح، إنها يا أخي الحبيب لها امتداد للديكتاتورية، امتداد للقمع، امتداد إلى كبت الأصوات الحرة، لأن البرتجة لا تليق إلا بالذكور وليس بالرجال، لأن الذين يقفون سدا مانعا على اختيار الشعب هم البلطجية الحقيقيين الذين جعلوا هذا الشعب استثناء، جعلوا هذا الشعب أرقام. هؤلاء يا أخي الحبيب يتسيدون إلا على هذا الشعب. انظر عندما يأتيهم بيثق أو عندما يأتيهم قزم أو يأتيهم سيدهم من أوروبا يفرشون له السجاد الأحمر وتجدونهم يركعون ويسجدون لهؤلاء. إنها يا أخي الحبيب عندما جاء أولاند ماذا قالوا لتلك الكينات التي هي تدعي أنها تمثل الشعب؟ هؤلاء الذين هم معارضة، كلا ليس بمعارضة، إنهم مخالطة، يخالطون من هب ودب لكي يرضون أسيادهم. عندما جاءوا لهم يا أخي الحبيب جاءتهم تعليمات، هذه التعليمات ما هي؟ هي الصيغة لابد أن تكون على رؤوسكم الطير عندما يتكلم هولاند. أما عندما جاء أردوغان أصبحوا يا أخي الحبيب يدققون أو يطبلون أو يفعلون بعض التصرفات الصبيانية. إن هؤلاء البلطجية يا أخي الحبيب مآلهم الزوال ومبتغاهم المزبلة، لأن الجزائر يا أخي الحبيب هذه الولادة لابد إن شاء الله أن تزيح هذه الوجوه القذرة وهذه المهمة. شكرا سيدي أبو صهيب، بارك الله فيك على هذا الاتصال. هل معنا متصل آخر؟ ألو، محمد من العاصمة، تفضل سي محمد. ألو محمد. ألو. هل تسمعوني؟ تفضل سي محمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، تفضل.
واش راك خويا العزيز بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك. يسلمك. صبح لي برك شويه تعبان على الصوت تاعي برك. ما كاش مشكل نسمعك مليح سي محمد، ربي يشافيك ان شاء الله. تفضل. يسلمك. شوف يا اخي ما نطولش عليك، انا الموضوع هذا ما هوش على هذه البطاجيه ولا على امر يهم كل جزائريين. تفضل. شكرا. شوف على هذه الارض الطاهره اللي راهي لحقت هذا التعفن هذا او تكلم قبيله الاخ الياس هذا، انا اتكلم على الاضراب العام هذا، لكن قبل هذا الاضراب العام على هذا يعني كاين واحد الطريق، طريق اللي دارت زمان كي خلصت الحرب العالميه الثانيه. وشنو هي؟ مشاركين فيها وكانوا مشاركين فيها لي زامي دي مانيفيست دو بوبل الجيريان. كانوا مشاركين فيها جمعيه العلماء لم تي ال دي ولدما. يعني الشعب الجزائري طلب الحقوق ديالو. اليوم الحال هذا يعني هذه الظاهره اللي راهي اليوم يعني كما تكلموا على الانسان يعني سي لا فولي جينيراليزي يعني اون سي بلو دوني دو لا تيست. سي محمد سي محمد على حساب الكلام تاعك والاكسون تاعك راك تكلمني من العاصمه ياك؟ تمام. نعم قدامي. واش من جهه من العاصمه راك تكلمني سي محمد؟ يا اخي ولا غير يعني بكل تحفظ. واش عليه ما تحبش تقول لي واش من جهه؟ ماشي مشكل، راك من سكان العاصمه سي محمد، راك يعني تلاحظ يعني هاد الظاهره الجديده تاع الناس يخرجوهم من الحبس كل 5 جويي و 1 نوفمبر لا غراس. هاد الناس كاين شباب يعطونهم دي باركينغ ايليغو، يحكموا دي باركينغ، ترى عندك اون فاتور طونوبيل الكاريج بدا عليك حطبه يقولك تخلص 10,000 وكما تخلص 10,000 يكسر لك الباربريز، تروح تشكي به لابوليس ما يديروا له والو. جينيرالمون ما نقولش كامل الناس لاني ما نحبش نعمم، لانه كاين شباب يخدموا هذه الخدمه لانهم ما لقاوش واش يديروا، ولكن كاين بزاف منهم يعني من البلطجيه وعاده يكونوا هما المخبرين تاع المخابرات ولا تاع الاي ار جي، على بالهم شكون جا الحومه، شكون دخل، شكون خرج، شكون باع، شكون شرى. سي اون مانيير دافار دي رونسينيمون. هاد الشباب جينيرالمون حاشا كيبيعوا زطلا، يتكيفوا زطلا، يبيعوا شراب، يتكيفوا. انا شفتهم في العاصمه حتى يشربوا في لي تروطوار يعني في اون بلان بوبليك، والمصالح الامن ما تتدخلش. يعني كيفاش تفسر هاد الظاهره؟ على كل حال انا شي لي فري باتريوت الجيريان سي جون سون ايدونتيفي في كل حومه كيما راك تتكلم عليهم، سي لا فيريتي وماهوش مليون. سي ابوبري فانتان داني ابوبري خاصة منذ 92. نعم دوبي 90-91 بداو هاد الشيء. ايه شفناهم وعرفناهم منين وعلى بالنا كلش، لكن انا واش يهمني اليوم هنا؟ انا يهمني يعني هاد السياسيين هادو يعني بركات علينا. انا شخصيا نطلب لو مانيفيست دو بوبل الجيريان، يعني je ne sais pas combien de millions de signatures directement remise à ce pouvoir قال ça y est c'est bon c'est fini sinon on va vers la grève générale. والسلام عليكم. يرحم والديك سي محمد. وعليكم السلام بارك الله فيك. انا معنا محمد من العاصمه الذي يطلب المانيفيست دو بوبل الجيريان، وهذه ماشي حاجه جديده على الشعب الجزائري. معنا ابو علام من العاصمه، تفضل سي ابو علام. مرحبا بك ابو علام، تفضل راك على المباشر. السلام عليكم. صح الاخ يحيى. وعليكم السلام، تحيه لك، تفضل. نحييك على المواضيع هذه ونسلموا كاع الاحرار. بارك الله فيك. المهم القضيه هذه تاع البلطجيه على كل حال حنا صدرناها لمصر، ماشي جبناهاش من مصر. لا نهضر على المصطلح، المصطلح جبناه من مصر. لا المصطلح حارة العمل هذا حنا صدرناه. نعم. لان كان عندنا من قبل، فهمتني؟ وما نساش في جونفي قبل ما يديروا حادثه الجمل. في جونفي 2011 عندما نضت القضيه تاع الزيت والقهوه هذيك بون هذيك مفتعله، وخرجوا لهم البلطجيه هذيا كما نقولوا باش الشعب الجزائري ما يستمرش في باش يخوفوه. نعم بداو يكسروا في الكرارس والحوانت باش الناس تخاف تدخل ديورها، ما ديرش عمل سياسي مستقل على النظام. صح كسروا له الحراك هذا. صح باش بداو يوروا في التلفزيون شوفوا الناس يتكسروا راهي وباش يقولوا الشعب ماشي مربي وكذا. خرجوهم باش يشوهوا
باش يشوهوا الصوره ويشوهوا الميدان. صح صح هذه حقيقه سي ابو علام. صح هذه حاجه الاولانيه. حاجه واحده اخرى وزادوا يستعملوا بلطجه واحده اخرى اللي ما ذكرتهاش البلطجه الدينيه. كيفاش جابوا البلطجه الدينيه اللي جابوا لنا ائمه المناظر اصبحوا جابوا كما نقولوا ائمه البلطجه الدينيه عن طريق هذه الائمه فوق المناظر اصبح كما نقولوا التشويه للحقائق. هذه قالنا البلطجه فهمت. جايبين ائمه في المناظر في المساجد شوهوا كما نقولوا الحقائق فهمت. نعم ولا باطل والباطل ولا حق. حتى 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 من بعد الشيوخ سامحني بقى حتى من بعد من يضع نفسه في يعني خط او يعني نعم خط او منهاج السلفيه الجهاديه في الجزائر ونذكر اسمه ما عنديش مشكل من يدعي نفسه انه شيخ حمداش يعني في العاصمه الذي يكفر بعض الصحفيين يكفر بعض الساسه بعض المثقفين وهذا من شأنه ولكن لا يكفر اعضاء الحكومه لا يكفر الوزراء الذين لا يقيمون حكم الله مثلا لا يكفر بوتفليقه لا يكفر يعني كل من له يعني مسؤوليه رسميه في البلاد. نعم هذا كان قلت لك عندما كان في السجن في برواقية والأخ شوشان على باله به نعم. داير كوارث في السجن فهمت أنا لبنا بالقضايا تاعو هذا كفر كاع الشعب الجزائري كفر كامل الشعب كي كان في البرواقية. صح قال لهم ليه ما يطلع ليه ما يطلعش الجبل راه مرتد كافر صح. مرتد ليه ما يخرجش ضد هذا النظام واليوم واليوم يعني قنوات العار في الجزائر يستقبلوه يجيبوه ك رجل سياسي في الجزائر يتكلم في هذا تاع شكون زاد كفر كفر الشيخ سحنون عباس المداني علي بن حاج محمد سعيد حشاني وهذا شكون باش يكفر الناس انت علاش خرج no, ولكن سي بو علام هو يكفر يعني هو يكفر راهو يلي دون اون ميسيون راهو في مهمه ولكن وين راهي العداله الجزائريه وراهم القضاة وراهم الوكلاء العامين ما كاش لان هذا ادوات من ادوات البلطجه بلطجه دينيه وكان الجماعة الأخرى جماعة كما نقولوا السلفية تاع البلطجة المدخلية فهمت هذو كانوا يستعملوا السلفية اللي يسموهم في الجزائر السلفية في الجدار السلفية تاع كونجيلاسيون فهمت وكان قضية واحدة أخرى هذوما كما نقولوا باش تجي تعرف قالنا بعض الأمور نعم. قضية الألعاب النارية والمفرقعات علاش راهم يخلوهم يدخلوا ممنوع راهم يخلوهم يبيعوا يدخلوا من البور تاع الجزائر بالادوان وكل يدخلوا بالرشوة كون تعرفوا الحكاية بصح علاش يخلوهم يبيعوهم لأن هذوما يخدم برنامج البلطجة فهمتني يستعملوهم كما نقولوا كي تبدا البلطجة عندهم مشاريع تاع البلطجة هاد الأدوات يستعملوهم فهمتني هذه حاجة الأولى. حاجة أخرى ذكرت جماعة تاع لي باركينغ وجماعة كاين جماعة قالوا لي تبيع الذهب داخلة مع البلطجة نعم كاع التراب الوطني وجماعة تاع اللي راهي تبيع في الطريق ماشي كاع 71 80 50 60 70% داخلين معاهم في البلطجة فهمت. المهم هذا النظام هذا خدمة قادرة في الميدان فهمتني هذا النظام هذا بلطجي ويستعمل البلطجة وهذايا الزوال كما نقولوا ما قعدوش كما نقولوا الوقت هذا خلاص نظام يستعمل هذه الاساليب يعني خلاص انتهى امره كما نقولوا بصح ولكن يعني لو كان نشوفوا سي بو علام يعني انظمة عربية استعملت هذه الاساليب ناخذوا نظام في مصر او النظام في سوريا مصر استعملوا البلطجية سوريا استعمل الشبيحة وهو نفس الاسلوب يعني شفنا بلك يعني في مصر راحوا حتى يعني قهروا بلادهم اقتصاديا ورام يقتلوا في شعبهم في سيناء وكسروا الديور على الناس بما يسمى ب يعني مكافحة الإرهاب وهم يكافحون المعارضين الذين انتخبهم الشعب. نفس الشيء في سوريا يعني بشار الأسد وبشبيحته لم يعني يعني لم يكن له مشكل في تدمير كل البلاد في سبيل البقاء في السلطة. هل في رأيك سي بو علام النظام الجزائري قادر أن يحدث نفس الشيء للبقاء في السلطة في الجزائر إن كان هناك حراك شعبي مستقل عنه؟ ما يقدرش يقعد خلاص. احنا قضية تاعنا تاع التسعينات فتناها علاش؟ لأن هذاك الوقت ما كانش هاد الوسائل والشعب الجزائري ضرب بزاف. شوف من المستحيل لأن كان عقلية داخل الجيش تغيرت، عقلية في الشرطة تغيرت وعقلية في الشعب تغيرت وبانوا الحقائق. من المستحيل هذه بعض الناس راهم يخوفوا بعض الناس المتدخلين يقول لك لو كان نخرجوا يقتلونا كاع ويديرونا. هذه من المستحيلات السبع. من المستحيل النظام يعاود يولي للمرحلة هذيك ويدير واش دار. لأن لو كان راح يدير واش دار كما نقولوا يدير غير 5% برك واش دار وكان تشعل الحالة النظام لتما النهاية تاعو. لأن مش قادر من المستحيلات يدير واش دار لأن خلاص
اللعبه هذيك انتهت وما يقدرش يديرها، وكاين ناس ما يخلوش يديرها، راهم شرفاء داخل الجيش داخل الشرطه داخل الدف داخل المجتمع الجزائري. هذه الحكايه خلاص وما يقدرش يقعد، حتى ولو كانت تحميه فرنسا ما يقدرش يقعد، امريكا ولا فرنسا تحميه ما يقدرش يدير هذه الاسئله. يعني انت على حسب كلامك الجزائر. على حسب كلامك سي بوعلام يعني الجزائر يعني متقدمه على بعض البلدان العربيه في هذا المجال. راهي متقدمه عليهم في 4 قرن 25 سنه. بارك الله فيك سي بوعلام يرحم والديك. هما كما قال ربي ويبغونها عواج هادو المصريين والنظام السوري. شكرا سي بوعلام بارك الله فيك. معنا سيدة أم ربيع من العاصمة، تفضلي سيدتي. مرحبا بك. ألو مساء الخير. مساء النور سيدتي مرحبا. اليوم السوشي علي البلطاتية. نعم نعم سيدتي. خويا البلطاتية يسون بارتو. كيفاش يسون بارتو؟ وين بارتو؟ بارتو في التريتوار كامل ناسيونال. وين انتي تشوفيهم مثلا؟ نعطينا أمثلة. باغ اكزومبل كيما في ألجي كاين نوادي لي سيبورتور تاع حاجة بلطاتية. كثرتهم 70% تاع لي سيبورتور تاعها بلطاتية. إلا من رحم ربي. نعم أيوا هذه الأولى. ولينا في الجوامع بكري كي تدخل الجامع الرهبة تحكمك قلبك يولي يخبط. دركا تدخل الجامع تصيبهم هما يسبقوك البلطاتية دايرين لي باب وهما بلطاتية كومبورتمون تاعهم بلطاتية. نعم بكري كان الريف كان نقي تروح للريف تصيب البلطاتية. حركة البلطاتية يصون بارتو كيما واحد الفيلم بكري في ليزاني 70 تاع لي زونفايسور صون بارتو تاع دافيد فانسون. تاع دافيد فانسون شويت عليه. شفالو هذاك الفيلم. نعم دركا هل البلطاتية في الحومات في لي سيتي عندنا البلطاتية سورتو هذوك اللي عندهم لوريجين تاعهم ماروكان لالجيري عطات لهم الجنسية. هذوك الدولة اللي تستعمل فيهم بلطاجية. هذوك كيف يعيطوا لهم يا رب شكل بياعين تاع الحكومة ما نعرفش. نقول لك يا وليدي البلطاجية هذو راهم في كل بلاصة. بس هاو هذا مثلا هذا كاش يسموه بونجمة خالد بونجمة ورئيس حزب يتهي في هاد لا كونفيرونس دو بريس في هاد الندوه الصحفيه يقول انه رايح يحرق مقر جريده النهار مقر على السيد انيس الرحماني هو تاك البطاطا. عطاولو على بالك شعلك هذاك ما على بالك شعلاه صفتو للمدير تاع النهار هذاك انيس الرحماني. ايه كتب عليه واحد الوقت قال عليه بليك وليد حركي قال عليه بليك وليد حركي حركي قتلاتو. بصح كيفاش تفسري انت يا سيده ام ربيع انه واحد يعني يهدد بحرق مقر جريدة أيا كانت هذه الجريدة جريدة العار أو جريدة أخرى ويعني عام من بعد يعطوا له ترخيص بتأسيس حزب يعطوا له غريمون واحد كما كريم طابو مثلا اللي ما عنده حتى يعني كلام فاحش ولا كلام خارج القانون ما يعطوا له غريمون. كريم طابو أو مثلا سيد علي بالحاج الذي سيد علي بالحاج الذي ترفض له يعني الحضور في 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 تلفزيونات او يرفض له العمل السياسي. هذا كل فاميليا اصلا متشاهد هذاك عنده قيمه محترم هذاك ماكوش بلطاجي بلطاجي. اسمع نعم لو كان زعما انايا في التليفون هكا الناس كاع تسمع ما نقدرش نهضر لك شي صوالح واحد بلطاجي هو يوريوه مع واسمو يا ربي مع سعيداني. هذاك انا نعرف وانا خدمت عن أنا كان ديريكتور تاع لادغاس. عارف واش هي وليدي لادغاس؟ لا لا جاكسون ريجيونال دو لاكسون سوسيال تبع لا بروميير ريجيون ميليتار. ايه وكان هذوما لاكسون سوسيال كشغلت سونتر ميديكو يسوالينيو فيه النساء والدراري تاع العسكر هو كان مدير. انا كي بالسكره واسمو معزوزي معزوزي نعم كان يتعامل معنا هو بلطاجي هو بودير ونائب في البرلمان على فلان. أنا شوفه في التلفزيون قلت واش كان داير فيا انا يا بت انا مواليه مجاهدين احرار انا يا تيبازا نسمي علينا احنا يقولوا لنا نجاترة. الله يبارك. شوف الانترنت وشوف نعرف تيبازا نجاترة حنايا انا بت نجاترة الله يبارك زاوية انا الولايه تاع تيبازا مبنيه على ارض جدودي. كانت تاع تيبازا مسميه على ارض جدودي واحد كيما هذا كان يستعمر لي
هذه هي جزائر بلطجية سيدة أم ربيعة. ولاد الفاميليا كتلوهم البلطجية. بارك الله فيك سيدتي، شكرا على هذا الاتصال. على خير سيدتي. معنا شريف من العاصمة، تفضل سي شريف. الو، مرحبا بك سي شريف. مرحبا. مساء الخير اخي كريم. مساء النور، واش راك؟ لاباس؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. يا اخي الكريم، عندنا تفضل بيت وانا نحكيو عليهم. تفضل نحكي على البلطجه. البلطجه قبلت قبل الزاكو فيديو، بدات في طوال في ليبيا، في طرابلس مع جماعه تاع الثوريين وجماعه اللي دخلوا في الجيش الفرنسي اللي بينيتراو الجيش الجزائري اللي بينيتراو فرنسا. البلطجه في ليبيا، ومن بعد فرنسا استعملت الزاكو فيديو وتحاورت مع نفسها، والآن جبهة التحرير فيها ناس عمناء تاع فرنسا. والأخي الكريم، والبلطجة يستعملوها، احنا نسموهم ما نسموهمش البلطجة في مصر، احنا في الجزائر العاصمة نسموهم العراية. العراية، نعم. العراية تاع السياسة، وكاين العراية تاع الشارع اللي يستعملهم وسائل الأمن، وكاين بالزرع. صح. وربي دق الستر إن شاء الله، ويحرموا في الشعب البلطجة، واللي من جميع واحد مجرم يحكموا عليه 6 شهور ويطلقوه شويهم على بالهم، يدير 5 قضايا ولا 10 قضايا، ينتهك حرمة الناس وكسر سيارة الناس ويتعدى على الديور تاع الناس، يحكم قال يقول لك يحكم عليه قضية واحدة. والناس الشعب الجزائري ويحامي من هذا الناس لم يستعملوا فيهم، والعدالة والأمن طيب القاضي هذه. ونتحدى اي واحد لا ماشي العداله متورطه في الدخل في الشرفاء تمرض من العمل الفوق على جاك كلمه، ولا بيتينا بيت ولا كاركاتير، وواحد اخر يتعدى على الناس ويدخلهم للديور ويتعدى عليهم ويكسر مع ممتلكات الناس، العداله تدعموا. شكرا 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 شريف، بارك الله فيك. معنا كمال من البويره، تفضل. عليكم السلام. معنا كمال من البويره، تفضل سي كمال. مرحبا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سي كمال، مرحبا بك. سلمك يا خويا. خويا يحيى. نعم. قبل نوجه النداء. تفضل. زيد فضلك خويا. شوف انا يا كمال من البويره، نحكي لك على البلطجية تاع الإدارة. نعم. معليش. تفضل تفضل، مش مشكل. شوف أخويا، كيف أصبحت هذا بطال؟ من 96 كنت نخدم نجار، عندي أتيلي. إيه. خدمت واحد الشونتي مع واحد السيد أونتربرونور في البويرة، يقولوا له يحيى وين ما حنضم مزيان. إيه. ومن بعد كي كلاني المريضي لي الكونترا، فسخ لي العقد. ورحت العدالة باش نخلص، وبعد أفري ما لبنش عنده معرفة ولا الرشوة ولا، حتى لحقت المحكمة العليا. نعم. ومن المحكمة العليا ربحته في المحكمة العليا باش يفريوا لي قضية في المجلس نتاع البويرة، ما حبوش يفريوا لي، زوروا لي الأحكام. ورحت شفت الوالي نتاع البويرة، يقولوا له بقر علي، عيط النائب العام، نائب العام نتاع البويرة، قالوا فريلو المشكل تاعو، قالوا قولوا يجي نحيلو كاع لي زيرور. اها. وبعد فرق باش نحيلو لي زيرور، ولا النائب العام هذاك يستهزئ بيا. وبعد فرق انا عندي المراه في الدار، واش داروا لي؟ كي شفت خو المراه هذه، مرتي انايا. نعم. خوها. كي شاف ما جبتش الدراهم نتاع الكونترا هذاك، شافني اوفايت. واش دار؟ راح مع اختو للسيد هذا باش يعاونو على الطلاق، وبعد طلقوني المراه وباعوا لي الدار. ريبوك يعني. انا فارتمون شريتها وباعوها لي. وبعد افري كي رحت لا جوستيس، ما حبوش يصفوا لي، ما حبوش يفريوا لي القضيه تاعي، لحقت المحكمه العليا، والمحكمه العليا طيشوا لي الاخر الحكم تاعي، طيشوا لي كاع القضيه تاعي في المحكمه العليا. كي قلت له قال لي جالي جوجات لوس بور مونشيا يجي يجري. سبحان الله. ما لقيتش. جبت باسي لي نيميرو نوجه النداء لوزير العدل.
ما يا سي يا سي يا سي كمال، انا حاب نقول لك في هذيك البلاد ما كان لا عدل لا وزير عدل لا قاضي لا قاضي تحقيق لا وكيل جمهورية. يعني نقدر نقول لك ما تدير نداء الوزير العدل راك ضيع في وقتك، لانه كلهم كذلك يعني الا من رحم ربي كلهم كيف كيف يا اخويا. انا ربي ان شاء الله استعين بربي استعين بربي سي كمال استعين بربي وان شاء الله ربي يظهر الحق في هذيك البلاد، لانه يعني المظلومين كما انت راهم بالملايين بالملايين، والكل يعني يعني من الاداره ولا ما كانش من الاداره من ما يسمى بالعداله في الجزائر. شكرا سي كمال. معنا عمار من سوقهره، تفضل سي عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش راك يا سيدي لاباس؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك سي عمار. مرحبا. الله يبارك فيك، ربي يسلمك، الله يسجيك ان شاء الله. شوف عطيني زوج دقائق، الله يبارك فيك مبرد قلبي. برد قلبك يا سي عمار، تفضل. شوف اولا نوحي ابو صهيب وامنا الحبيبه ام امين. مرحبا. قسمنا عظما واعطوها النمرو نتاعي، اي مسيره ديرها في الجزائر نطلع نساميها كامي جنب لجنب. هذه ان شاء الله ان شاء الله. والبلطاجيه هذو اللي راكم تهضر عليهم، انا جاوني البارح على 12 تاع الليل تفاطوا مدينه العماره ثلاثه بلطاجيه. شوف انا عجبتني البلديه العداله معايا. نعم. شوف ديت البراءه في المحكمه الابتدائيه وديت البراءه في المجلس ورجعت القضيه ضدهم، رجعت انا هي هما متهمين. واش يديروا؟ يديروا عمليه مخبره كما رئيس داير تمدوروش، يروح ينز بيا قضيه تخريب ملك الغير اي الدائره. نعم. ويبعثوا بي في كونتر اكس البروكيرار، البروكيرار عاد رجعوا شكون الضحيه وشكون المتهم وتعسل فيها رئيس الدائره. انا نقول يا رئيس دائره تمدوروش، نعرف واش جيتي لمدوروش واش تكسب، نعرف كي جبتي ولدك لتيزي وزو، شكون اللي داروا العرس في مدوروش، شكون اللي صرفوا عليه 200 مليون، هما المقاولين، هما الاسريات عن دوروش، شكون الطباخين نتاعك، هما الاداريين، شكون اللي سربوا في الماكر في طوبل، هما الاداريين، استعملتيهم ديفام دميناج، بصح انا نتحداك كيما ضحى. بصح يا سي عمار، يا سي عمار، يا سي عمار، نعم دائما، هاد الاداريين اللي يخدموا في الاداره، اللي يسمحوا لنفوسهم يكونوا دي سيرفر ولا يكونوا دي كويزيني عند رئيس داريه الدايره في العرس تاع وليده. والله العظيم غير نقدر نقول لك بالعاميه الاهل تردهم. والله العظيم غير شفتهم بعيني وانا العرس تاع وليدو عرض واحد زميلي، وانا زميلي هات معايا اخوي. نعم نعم. وانا زميلي هذاك قال لي هيا الحاج طرح معايا، اداني معاه كي دخلت والله غير شفتهم اداريين هما يحطوا لنا في الماكله. ايه يا سي عمار اللي مبطح اللي مبطح الاهل تردوه واش دير له؟ يغيد احنا غيدنا يغيدنا واحد يغيدنا واحد حر يدافع عن حقه ومظلوم، ولكن اللي مبطح لا لا تردوا. سامحني انا نزيد نقول لك البلديه اللي عطاتني انا راني مانيش جوامير اللي ديت قرض 600 مليون وديت تراكتور وسيفير ورموق ومحراق، وراه كاين ناس زرق دايرين تراجيس كيسجلوا فيا، نقول لهم انا هو عمار ما مدوروش وما تقاطعنيش يا اخي. واليوم كي خرج حكم غيابي ضدي بسنة سجن، علقوه في البلدية، علقوه في لابوست، علقوه في الحمامات، علقوه في الدواش، علقوه في المكاتب يعني. وهذه راي ما هيش من أخلاقيات المهنة. وشوف أنا نتحداهم، شوف أنا شارعت مع البلدية ومستعد نشارع مع شهر دائرة ومستعد نشارع مع الوالي ومستعد نشارع مع الوزير ومستعد نشارع مع رئيس الجمهورية، لأن نقول لك صراحة أنا متأكد من نفسي وواثق من نفسي. أنا نكتب في جريدة الخبر يا أهل مدوروش اللي عنده أي مشكل تعرفوا المنزل تاعي اتصلوا بي، تعطوني الموضوع اليوم غدوة يخرج. أنا كشفت العيوب نتاعها. بارك الله فيك. عيوب العيران سامحني يا أخي ما تقطعنيش الله يبارك فيك. وأنا نقول لهم يا ناس مدوروش ادخلوا الباشا تاعي الليلة. هاك خرجتنا شويه على الموضوع سي عمار، بارك الله فيك سي عمار، مسامح مسامح، ولكن عندي حتميات الحصه ما تخلينيش نخرج من الموضوع كثيرا. معنا فاتح من العاصمه، تفضل سي فاتح. الو الو فاتح. تفضل راك على المباشر، تفضل انا نسمع فيك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. راك رشيد العصر؟ نعم راك في قناه العصر، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بون خويا انا من بروبلم كنت تحكوا على البلطجية السياسية.
انقطع فتح من الجزائر. معنا كريم من فرنسا، تفضل سي كريم. الو سي كريم، مرحبا بك. انا معك الاخ سلام. تفضل تفضل سي يحيى وشراك، لاباس والله؟ الحمد لله، بارك الله فيك، مرحبا بك. الله ينورك. والله يا اخي انا والله الحس على البلطجيه هادو، يعني اليوم احنا ما يخوفوناش البلطجيه الاخ يحيى، احنا رجال، ولما يكونوا الرجال احنا ما نسمعوش بالبلطجيه هذه. ولكن انا لا اتكلم عن التخويف، اتكلم عن هذه الظاهره الجديده التي تمارسها خاصه الاسلاك الامنيه واحزاب الموالاه، يعني في تأجيج المشاكل في المجتمع وإحداث الفوارق ما بين الجزائريين. راك تشوف هذا الشاب يعني يضرب مواطن، يعني ناض في تجمع تاع لويزا حنون يقولها يا شياتة، يجي يضربه من اللور لأنه بلطجي من بلطجية سيدة لويزا حنون في كل تجمعات. يعني كيفاش تفسر هذا الظاهرة؟ أنا نفسر لك، هادوم كاينين من الشرطة باش تكون على بالك، من وزارة الداخلية. هادو كاين اللي سيفيل كيما هنا، يعني مثال نعطيك انا اكزومبل في فرنسا، في فرنسا ديكوفروا الناس هادو حكموهم بلي بلي فوتو. نعم. هادو ثاني كانوا يلعبوا دور في وسط المجتمع، على بالك لما تكون يعني نقولها مسيرات ولا متضع. دوك حنا انا شوف نعطيك البلطجيه موجودو في كل مكان. انا كنت نشاهد قناه المغاربيه، كانت حدا حزام مدير جريده الفجر، نعم، تتكلم على الرجال تاع 91، تقول له ماذا تقول؟ تقول الشيخ عباسي مدني حفظه الله، تقول له باللي علن الجهاد، ما علنش هو الجهاد خلاص. ولكن يعني يسمحوني اصدقائي تاع المغاربيه، ولكن يعني العيب مش في حدا عزام، لانه حدا عزام معروفه ومعروفه شكون هي، معروف تاريخها الوسخ. يعني العيب اللي يعطي لها الميكرو يخليها تتكلم، لما يستدعوها لانه كي تعرف ان انسان يعني وسخ مثل الوسخ الذي يعني معروفة به سيدة حدا عزام، مع كل احتراماتي ليها ولكن مواقفها السياسية وسخة. نعم، العيب على الصحفي اللي يعطيها الميكرو يخليها تهضر. نعميه ويزيد يعطيها الأخ شمال، يعطيها يعني الفرصة تتكلم، وما يعطيش الفرصة يعني الإنسان يعني اللي واعي وإنسان مثقف. صديقي إنسان الأخ جمال، يعني ما نحترم العمل تاعه، وأنا يعني مضاري نكون معه في الحصة، ولكن هاد الناس معروفين يعني. بارك الله فيك. كل ما تكلمت تاع أبو نجمة. نعم. هذا البونجمة هذا يا الأخ، أنا تعشى قدامي أنا في الخيمة في موريتي. الناس هادو مثل هادو منين يدفعوا الأموال هذه؟ منين جاتك أنت باش تسلك تعمل 12000 دينار؟ منين جاتك أنت في الخيمة؟ هذا عشاء، هادو أموال الشعب الجزائري المسكين. دوك يعني احنا يعني نشوفوا احنا البلطجيه هذه، هادو ناس يحبوا يخلصوا البلطجيه هذه. هو كاين خوف من جهه النظام يا الاخ يحيى، خوف كبير ان العالم راهو في خطر. راك تنظر احنا ننظروا في الشاشات كامل، نعم، ننظروا في الانترنت، نشوفوا في العالم كامل ماذا يجري. هذا هو النظام راهو يساعد كي العظمه، شفت العظمه هذيك اللي يساعدها الانسان لطيح تكسر. نعم راي هكاك يا اخي يحيى، والله العلي العظيم لو ذهبت الجزائر ستذهب اكثر من سوريا، وصدقني. بعيد الشر ان شاء الله ما تروحش، ان شاء الله الجزائر تنسدموها ان شاء الله. حنا 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 الجزائري راهو عنده على بالك عنده خيره بزاف على الوطن هذا، وكاين الناس راهي تنهب في الوطن هذا، ربي عطانا الثروات. شكرا سي كريم من فرنسا، بارك الله فيك على هذا الاتصال. معنا اخر متصل لسي بالقاسم. السلام. معنا اخر متصل لسي بالقاسم من الجزائر، تفضل بالقاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي بالقاسم. يحيى لاباس؟ الحمد لله سي بالقاسم، توحشناك يا سيدي، تفضل. يا ولد الله يزين يومك، الله يوحشك بالخير. يا ولدي ما شاء الله ربي يدعمك، ان شاء الله 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 اجمعين ان شاء الله. تفضل. تفضل اعطينا موضوع رايك في هذا الموضوع، موضوع البلطجه السياسيه. في يقرا والديك هذوك البلطجه اللي وراك في يحيى. ايه الوالد يقول لك يضرب الظالمين، الظالمين خدهم من وسطك، ربي راه تجبرهم الراي. ظالمين ولا ظالمين؟ ربي ما يخلصوا. عم يخلصوا. واه. هذا اكسبت يحيى. نعم اسمعك اسمعك نعم. البلطجية هذيك البلطجية احنا كنت تجي باركين، والله يستقبل حياتك تقول مستخ عليه وكابط باركين، تدخل تصلي الوقت يقول لك اعطيني 2000 فرنك، تنزل باش تجيب تناخذ يقول لك اعطيني 2000 فرنك، وزيد يا باش راهم يديروا يعيط لي صاحبي من الولاية تاع تيارت اللي يروحوا لك لي هذوك يقولوا اعطيني فوتو كوبي يجيب لك كوبا تاع رمضان، والله ما يعطوا له الضوء يروح يبيعوا لواحد ياخذ اخر ب 300 اسمع يا سيدي. نعم هذا هذا النظام هذا اللي راه يتبع ويتبع لويزا حنون، خاطر الكراسي يحيى مازال مربوط في كوري، اللي يتبع النظام هذا ولويزا حنون هذوك تاع الشياطين، نقسم لك بالله العظيم بيدي الاسلام فيهم.
اقسم بالله واليوم الخميس يقولوا انت معايد المسلمين حق هذا سيدنا رمضان هذوك البكتاجيه تاع الويزا عنهم وهذول اللي تبقوا في النظام والله ما فيهم دين الاسلام والله نقسم لك بالله لا تعملها بارك الله فيك سي بالقاسم من الجزائر ان شاء الله ربي يقيمكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله سي بالقاسم بارك الله فيك سي بالقاسم شكرا 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 مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في حصة قادمة يوم السبت إن شاء الله حصة الجزائر تسمعوك في موضوع آخر يهمكم إن شاء الله إلى ذلك الحين مشاهدينا الكرام أعدنا الله وإياكم من حكم العسكري وبلطجيتهم سلام الله عليكم زادونا السكر زادو العدس زادو المعيشة كاع السكنة كال بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة